بس أنا أريد أن أذكر أخواننا في شيء لاحظته في بعضهم. بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصد أو بدون قصد، وسواء كان مقصودا أو غير مقصود فذلك لا يجوز. يجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه، أن يلاحظ ثوبه، أن لا يكون طويلا يجاوز كعبيه، لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام، ما جاوز الكعبين فهو في النار. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز الكعبين أن يكون عباءة، أو أن يكون قميصا دشداشة كما تقولون أو قلابية، أو أن يكون سروالا، أو أن يكون بنطلونا، كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام ما جاوز الكعبين أو في النار.